علي العبدي، محمد علي بن رمضان، نادر الغندري، وجدي كشريدة رقم 21 على الجانب الأيمن، عيسى العيدوني، صانع الألعاب الياس العاشوري، حمزة رفيع. طبعا النهاردة التشكيل اللي تونس بيحضر أمامنا 3-5-2، وزي ما قال الكابتن محمد فضل انه طريقه ال 3 5 2 بتقدم باكثر من شكل، وكل العالم بيتابع 3 5 2 بطرق مختلفه. البعض يظن انها خطه طوارئ على طريقه ماسيميليانو أليجري، والبعض يظن انها الخطه الهجوميه البحته على طريقه انزاجي او انطونيو كونتي، والبعض يظن انها خطه اللي جلبت طبعا بيبي جوارديولا دوري الابطال مع مانشستر سيتي. مراسم القرعه ما بين كابتن وقائد المنتخب التونسي طبعا عيسى العيدوني ولوكا مودريتش، واحد من نجوم كرة القدم العالمية واللاعب اللي بيحظى بتقدير كبير للغاية. مر الزمن يا لوكا، ما عدت صغيرا يا ولدي، لكن بكل أناقة في كل اللقاء وما يحيط أجواء اللقاء من تاريخ كبير جدا وعراقة كروية متوقعة. مر لبيبي جوارديولا والكلام لأنطونيو كونتي من اللعيبة، بروزوفيتش واحد من اللعيبة. تخيل صديقي المشاهد عزيز ان هم على فريق كوره يا جماعه، الثلاثه اللي على دايره نص الملعب، مارسيلو بروزوفيتش اللي خد اول واحده لازم ياخد واحده زي دي عشان الكوره ما تدورش بارتياح، اذا كان مارسيلو بروزوفيتش ولا كان ماتيو اعتباطا يعني. لا 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 لا، هم مش عايزين كرواتيا، وبدون خوف لا تراجع ولا استسلام، خطيره اول واحده ملعوبه. الانتقال الى انتر ميلانو، انترناسيونال ميلانو كبيره جدا في زمن قليل في شعب يعشق كرة القدم والذكريات المؤلمة ربما للكروات، مرة أولى ملعوبة أعرقهم بكل النتائج اللي بيحققها، خطيرة تصويبة لكن سهلة 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 سهلة، تصويبة أولى من لوكاس إيفانوزيتش توصل على طول عند بشير بن سعيد، أي اللي سموها ثورة الشباب، ثورة الشباب خطيرة خطير خطيرة 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 خطيرة، لكن مفيش حاجة أجمل من إنك تعلق لبلادك، تلعب لبلادك، تكون مدير الهدف الرابع طبعا اللي ضغط بيه على الحارس هوجو لوريس، ضغط ضغط التحام بدني، بورنا سوزا واقع في الأرض، مين اللي جاله؟ كابتن معروف بيحذر، عيسى العيدوني بيقول له اهدى، انذار من الكابتن معروف. عيسى العيدوني وجودة البث التلفزيوني الرائعة وكل شيء، روح 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 ومعاك ربنا، روح روح يا ولد. لكن جوارديولا كرة قدم قدمتها البرازيل بكل نجومها عبر تاريخها مع ليلي سانتانا، كومباكت اللي عامله واللعب العميق اللي عامله المنتخب التونسي، وجدي كشريدة خلي بالك خلي بالك، ايوه ايوه اوعى تفكر، تفكيرك خط احمر، العرضية من اول مرة فعلا من اول مرة والارتقاء، برافو يا وجدي. طب هو في شمال افريقيا في المطلق ان احنا نفتش اكتر عن المهارات، ادي كرة ملعوبة بن عاشور، خطيرة 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 جوه ال 18، يطلع على الارضية خطيرة، اول كرة عدت هي جول جول جول، ضيعت ايه يا راجل؟ مش ممكن مش ممكن، ضيعت ايه؟ مش ممكن يا علي يا علي يا عبدي، مش ممكن، جات لك على طبق، جات لك على طبق 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 من ايه؟ طبق من ذهب مش من فضه. عرضيه، العرضيه ملعوبه، هو ده اللي ناقص كرواتيا دلوقتي، ان ما عندهم تاريخها كبير. ادي كره ملعوبه خطيره فوق اعلى نقطه، استلام برافو، استلم تاني مره يلف العرضيه جميله من مره واحده، لو وصل برافو، تونس هتتقدم يا جماعه، تونس هتتقدم يا جماعه، اضرب يلا بينا، كراماريتش طمع فيها ويصوب، اوه الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عدت كوفازيتش، ماتيو كوفا في يوم من الايام في يوم من الايام روابط مشجعين انترناسيونالي رفعوا يافطه، العرضيه ملعوبه خطيره خطيره، جول جول جول، الله 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 الله، حمزه الجلاسي حمزه الجلاسي، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، لسه بقول لك لسه بقول لك، تونس هتتقدم يا جماعه، تونس هتتقدم، ايوه يا متلوتي، تونس هتتقدم يا جماعه، خد عندك دي، هاتها من الشبكه وبسرعه. مين يعرف مين يعرف ايه السر في انه دايما عندهم حرف الاتش؟ هنشوف القرار يصفر، ها ويرعى تحت كراماريتش، ادي محاوله المرور، قوم يا لوكا قوم يا لوكا قوم يا لوكا، ادي طبعا سيف الدين الجزيري عارف الملعب ده كويس في بلده وفي مكانه، لوكا ياخد فاول، لوكا مودريتش اللي لما قامت الحرب كان عمره طاقه العالي، بعد اول ثلاث ثواني من فقدانها هي الفاعليه كلها في كانه في المساحات الضيقه اللعب، شوف شوف لعب البسبوسه البسبوسه لعب، والتتويج بكاس الرئيس في الامارات، ثم تصير بتاع بجزء تلعب بيه كره القدم، جزء تلعب بيه كره القدم، وكل الملاعب التونسيه استاد المنزه الزينوتي
حركات وافكار جديده اتلمست على الهيم الاولاني خطيره. التصويبه 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 اوه عايز ملعوبه في العمق، موضوع العمق ده مش موجود حتى الان. برافو برافو استحواذ والكلام ده كله. تونس ولا حاجه واقفه مكانها، خطيره جدا خطيره. جان بييرو جاسباريني بيعتمد عليه، بيعتمد لف وسطه ويلعب العرضيه يطلع معاه خطيره، لكن تمر تمر على طول جنب القايم الشمال. العرضيه اتلعبت، دي طريقتهم انه لازم يستحوذ يلعب البينيه، البينيه مش اوف سايد. اوه برافو، اول عمره ما بيكون في التصويب، خطيره سهله. العرضيه ملعوبه اعلى نقطه، الكره الثانيه هنا لازم اكمل، بتبقى حاجه خطيره جدا خطيره خطيره. اخن برافو برافو يا حمزه ولد، برافو يا ولد عدى، لكن تدخل في الوقت المناسب. شوف بروزو بين الكره البدنيه انك تواجه جفارديول وتواجه مارتن ايرليتش، واحد استحواذ بدون فعاليه. عنوان الشوط الاول كرواتيا كثير من التمريرات، كثير من الاستحواذ، قليل من الانتاج. 11 فرصه للانطلاق، برافو يا عابد، التصويبه خطيره على مرتين. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا بشير يا ولد يا بشير، اشتغل. اول مره نقول اندري كراماريتش، اول مره نقول اول مره نقول كراماريتش، لكن برافو يا بشير، بشير بن سعيد. شوف التجميع ازاي بتتجول، ضغط مره تانية. ماريو باسليتش بيحاول يعدي لكن استخلاص رائع يا ولد، حق وصريحه للمنتخب الكرواتي، يمكن تهدد الانفراد الانفراد الانفراد. فنش بقى على المرمى، اوه خطيره. لاعب تورينو عفوا، لاعب تورينو للتورو واقع في نص الملعب، تغييرات بيعملها زلاتكو، بيطلعه طبعا في لعيب واقع في الارض. حمزه رفيعه سلامات، جفارديولا هيكمل طويلة، اتأخر حارس المرمى، اتأخر اتأخر. عرضية يا ولد يا ولد على مرتين، مش ممكن مش ممكن. فيها ايه؟ رفع ايه حكم اللقاء؟ رفع ايه؟ رفع ايه؟ هيحسب ايه؟ بيطالبوا طبعا، فيها ايه؟ بيطالبوا بايه؟ بيحاولوا يهدوه طبعا. وضع المجنح، العب، ما فيهاش، فيها اوف سايد. نيكولا فلازيتش، تصويبة خطيرة جدا خطيرة جدا خطيرة، تصويبه من على بعد لوكاس ايفانوزيتش. لوكاس ايفانوزيتش عملها ارتو في الزاويه البعيده، لو في المرمى جول، لو في المرمى الحساب التسلل بعد الاهداف طبعا. على طول يعدي، عدى وفات فعلا. فرصه العرضيه، ضغط مستمر، عرضيه ضربه ركنيه ملعوبه، عرضيه اعلى نقطه للالتقاء. على طول الضربه الركنيه ملعوبه اعلى نقطه، خطيره جدا خطيره. جفارديول ملعب مرعب في اللعبات دي، مع بيتكوفيتش. والان بيقدموا لنا ايه؟ هيقدموا لنا تصويبه من على بعد، اول مره محاوله هتشوط امتى؟ هتشوط امتى؟ العرضيه جول يا كوره، مش ممكن يا سيف الله يا لطيف، مش ممكن يا سيف الله يا لطيف، خطيره خطيره خطيره. الغلطه الغلطه طبعا، الغلطه هنا بحساب، الغلطه بحساب. تونس اخطر، تونس في المجمل في المجمل اخطر. العرضيه لف وسطه، لف وسطه وارتقاء يا ولد، حطها صح. حط لازم يروتيت، لازم بيفكر في المباراه اللي جايه، لازم عرض، هتيجي بالعرض هتيجي بالعرض. لكن برافو يا حمزه، برافو يا حمزه، هيكون حارس مونديال 1978. وقد كان وقد كان وقد كان وقد كان يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. فلاسيتش يضيع اول واحده، يعمل المباراه يعمل ايه؟ التصويبه التصويبه، جول جول مرعبه، لكنها جول 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 طبعا. كله بيبلع كله بيبلع ريقه، صعبه صعبه. بيستعين ويستعيذ ويصوب، كانت قريبه كانت قريبه. خلينا نقول حاجه بقى هنا في منتهى الاهميه، مدارس حراسه المرمى في العالم اصلهم اتنين. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، رمضان كريم يا عيسى، رمضان كريم يا عيسى يا ولد، حطها حلوه بهدوء. ايوه الان بيتكوفيتش، الان بيتكوفيتش، التصويبه يا ولد يا كوره، مش ممكن يا ايمن، مش ممكن يا ايمن، مع كل لعبه مع عبدي. قدم اليسرى قويه يا ولد يا ولد، صاروخ صاروخ صاروخ. الشمال عارفه سكتها، روماير اللي نزل وخد الانذار، لوف روماير، مش ممكن مش ممكن. برافو روماير طبعا، لكن من برجامو هيصوب ازاي يا دحمان، حطها له المره دي بهدوء 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 بهدوء. برافو يا ماريو باسليتش، برافو. مع بسيف
سيف الله لطيف يا ولد يا ولد يا ولد يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اتحطت حلوه حلوه بيني وبينكم. بكلم مين اللي هيصوب مين اللي هيصوب مين اللي هيصوب يا ولد يا دحمان يا ولد يا دحمان. اللي يشوط يشوط دحمان الاخطبوط يا ولد يا ولد يا ولد. برافو 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 برافو. سيف الدين الجزيري يحط تونس ومصر. سيف الدين الجزيري مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن يا كرة يا جماعة مش ممكن. بروزوفيتش طبعا فرحان. هتتصوب ازاي يا ايمن؟ خطيرة بقوة بقوة بقوة. ماركو بازيليتش بازيليتش التاني ماركو بازيليتش هيلعب ازاي؟ اسامة حداد